كالعادة السؤال الأخير هو الحاسم، وعجلة الحظ هيبقى ليها رأي، هنشوف رأيها إيه. السؤال الرابع والأخير واللي هيحدد مين بطل الموسم ومين وصيف الموسم، دكتور حسن. دكتور حسن فاروق، السؤال الرابع والأخير، الحظ للتسلم. شوف فريق زيس هيختار موضوع السؤال ايه؟ ادب ان شاء الله. ادب. سؤال في الادب ب30 نقطة، دوسوا على البازر. سؤال في الادب، لو الاجابة صح الف مبروك، لو الاجابة غلط هارد لك لفريق زيس، وفريق رمسيس هيتوج ببطولة الموسم يا رب. ادب، والسؤال هو الحرب هي رواية لأديب عماني، فمن هو؟ اتنشرت 2022، حصلت على جائزة كتارة للرواية العربية 2023. بص يا ميار، لو إجابتك صح أيمن اللي هيقولك مش أنا، لو إجابتك غلط أيمن اللي هيقولك برضو مش أنا. ميار إجابتك زهران القاسمي. هارد لك، هارد لك، هارد لك، هارد لك، جد هارد لك، ميار حمادة زهران القاسمي حصل على جائزة البوكر في السنة دي. هارد لك، إجابة خاطئة. أيمن إجابتك؟ محمد اليحيائي. محمد اليحيائي ب30 نقطة، برافو عليك أيمن، إجابة صحيحة. ألف مبروك لفريق رمسيس الكاس. الحمد لله. وفي آخر سؤال كالعادة، النتيجة 100 رمسيس 45 إزيس، هارد لك لفريق إزيس. هارد لك. أيمن بح، الحقيقة أنت الموسم ده حصلت على الكاس وحصلت على المركز الأول، وأنا شايف الحقيقة أنك تستحق، لأنك عملت مجهود عظيم الحمد لله على مدار الموسم، وكمان كنت بتنافس لغاية آخر سؤال مع أحمد سليمان الحمد لله، وأنت أفضل لاعب في ماتش النهاردة زي ما معتصم قال ب60 نقطة الحمد لله. فريق زيس، فريق زيس، انتوا لعبتوا موسم حلو جدا، تألقتوا في ماتشات. لا لا لا، بتعيطوا ايه؟ اقول لكم بصراحه، انتوا كنتوا بتعدوا كل ماتش بمنتهى الصعوبه. محمد طعيمه، الحقيقه انت عملت موسم عظيم الموسم ده، ولكن اقدر اقول ان النهارده عادي ما حصلت مع مرسي عادي بالظبط كده، حصلت مع محمد مرسي، فيعني ايه، ما فيهاش اي حاجه خالص. انا بس عاوز اشكرهم على المجهود اللي عملوه كلهم، عبير تعبت مع الفريق ده، عبير اكتر واحده تعبت في الفريق، يعني ملك خبره لسه صغيره ان شاء الله تعمل موسم حلو في المدارس، ميار، احمد سمير، هبه، شهاب، اي حد كان في الفريق، الدكتور محمد. انا عايز اعرف بتعيطوا على ايه وانتوا اصحاب المركز الثاني، المركز الثاني لاصعب موسم عدى علينا. ايوه صح يا ملك. الجمهور فخور بيكو، فانتوا زعلانين ليه؟ بالعكس والله ما اعتراض، هي بس ضغوط، ربنا يعلم، اكيد انا فرحانه جدا والله، بس هي ضغوط. عبير بصراحه لو احنا بنفتقد حد في النهائي فاحنا ما ننساش المجهود الكبير اللي عمله محمد مرسي طبعا، ولما اتغلب واتهزم منكو كان مبتسم، عشان كده احنا بنتعلم منه مع انه اصغر مننا، بنتعلم منه كتير وكتير. فريق زيس، ان انتوا وصلتوا المباراة النهائية، فانا شايف ان ده انجاز غير عادي. بس انا عايز بس اوجه رسالة لعموم، بعدين كفاية اللي ميار عملته بالظبط كده، 100 نقطة في مباراة واحدة، انتوا كنتوا بره البطولة من اساسه، عشان كده ان انتوا توصلوا المباراة النهائية ده انجاز عظيم، انا بالنسبة لي مفاجأة. يا مستر انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، انا وميار اصلا كنا بنتدرب مع سيف الليسي، احنا مبدئيا لازم نشكر سيف الليسي ونحييه كلنا،
لان انا ومير اصلا كنا بنتدرب مع سيف الليسي قبل التصفيات، وبعد ما صفينا قلنا له على فكره يا سيف احنا مش هنعدي التصفيات، فهو قال لنا انا متاكد انكم هتعدوا وهتقابلوا بعض في الفاينل او هتكونوا مع بعض في فريق واحد، وده حصل فعلا. فلازم بجد كلنا نشكر ونحيي سيف الليسي. نحييه كلنا طبعا. طبعا مجهود كبير اتعمل من كل مدير فني لكل فريق، والحقيقه ما نقدرش ننكر ان الموسم كان صعب عليكم كلكم، وانا عايز من فريق زيس ان انتوا تحيوا فريق رمسيس لان هم يستحقوا المركز الاول. ايوه كده صح، برافو عليك يا ملك، برافو يا ملك صح. الف مبروك لفريق رمسيس، فعلا انتوا عملتوا موسم قوي جدا، اجتهدتوا مع بعض. عمرو النويهي كان مركز معاكو تركيز غير عادي، انا عارف زيه زي الدكتور محمد فاروق، انا عارف. فعشان كده انا بحيي فريق رمسيس وبقول تومي الف مبروك يا تومي الكاس، والف مبروك لعمرو النويهي. اخيرا الزعيم فاز باللقب، الف مبروك يا عمرو. الله يبارك في حضرتك يا مستر عصام. يعني انا عارف ان انت تعبت الموسم ده جدا، مش انت بس، انت وكل الناس اللي ساعدت الفرق من مدير فني لمدرب عام لناس بتجتهد وبتساعد حتى وهي مش موجوده في الفرق. بالظبط، بس انا تعبت معاهم جدا، انا ما كانش معايا مدرب عام، بس هما الحمد لله ان هما استحملوا اصلا التعب ده كله، وان هما كانوا بيصاروا معايا، وان كل حاجه كنت بطلبهم منها كانوا بيحاولوا على قد ما يقدروا يذاكروها وينفذوها بالحرف، ولولا ده ما كانوش زمانهم وصلوا الفاينل، وما كانش زمانهم كسبوا الكاس في الاخر، فهم يستاهلوا جدا جدا لانهم عملوا المطلوب منهم وبزياده كمان. الحقيقه الفرقه كلها النهارده اقدر اقول انها شرفتنا قدام مصر كلها، كل الفرق مش بس الفرقتين اللي وصلوا للنهائي، لا مفيش فريق غيره كان على قدر كبير من المسؤوليه وادى اداء مشرف على مدار البطوله، مفيش فريق دخل وخرج خروج الكرام كده، لا كل فريق كان بيعافر لاخر سؤال في الموسم. عشان كده انا عايز احيي ال 16 فريق اللي شاركوا معانا، هم دول ابطال الموسم الحقيقي.